Biden, look for me. If you don't help me, I will jump on the street. لم يتخيل علي عادل أن يلقى تهديده بالانتحار إذا لم يساعده الرئيس الأمريكي جو بايدن صدى لدى مسامع ساكن البيت الأبيض، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك. حبيبي علاوي، لا تغمز من السطاح. Please, we in America love you. في أمريكا نحبك. لا تغمز. I am not Joe Biden. أنا جو هود. أنا مسؤول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية في واشنطن. الحياة ثمينة. ممكن نجعلها أفضل سوية على العراقيين والأمريكان. ولا تعد هذه المرة الأولى التي يناشد فيها علي رئيس الولايات المتحدة، إذ سبق وناشد الرئيس السابق دونالد ترامب ولكنه لم يتلقى أي رد. The كهرباء in Iraq no good. Trump, please help. Please help, please. Please, because تلعت روحي والقرآن تلعت روحي. من اللي أنا تعبنا والقرآن؟ ما أدري بدك مشكم بالأودة الكهرباء تسمعوني أو ما تسمعوني. ويتناول علي خلال فيديوهاته المشكلات اليومية في العراق مثل انقطاع التيار الكهربائي. وعلى وقع فيديوهاته تتزايد شهرة علي يوما تلو الآخر، إذ بلغ عدد متابعيه حتى 22 يوليو أكثر من 277,000 على موقع فيسبوك و95,000 على موقع إنستغرام.